السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. أسعد الله يومكم بكل خير ويمن وبركات. أول يوم في رمضان، مرحبا بكم في فيديو أول إن شاء الله للذكر الحكيم. اليوم إن شاء الله غادي نقرأ معكم ثمن من الحزب الأول من القرآن الكريم، من سورة البقرة، من الآية 1 إلى الآية 15 إن شاء الله. إذن أولا مرحبا بكم، استمعوا جيدا، وأتمنى أن تنال قراءتي استحسان مسامعكم. مرحبا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المولى الكريم. إذن هذه كانت قراءتي لثمن من بداية سورة البقرة من القرآن الكريم. أتمنى أن تكون قراءتي استحسنت المسامع ديالكم. كنتمنى أنكم تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش نبقى نزيد الفيديوهات، وترقبوا الفيديو القادم إن شاء الله، سيكون غدا في نفس التوقيت ونفس المكان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.